واش الجراد واش المغاربة، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كتعرفوا اليوم غنهضروا على الميركاتو، شنو واقع في الميركاتو، بما ان جميع الحلقات اللي غتكون حاليا هي على الميركاتو. يعني كيف ما كتشوفوا بلي الرجال العالمي باقي ما صدش خصاص بعض الاماكن، والميركاتو ما بقى ليه والو يتسد. يعني جميع الرجاوي خايف على الفرقة ديالنا، يعني في حين انك تشوفوا غنشاركوا العصبة، وهذا العام ما كاينش الضحك، انك بغيت تشارك في العصبة. انا حاليا ما عندناش باش نمشيو نشاركوا ونوصلوا ربع نهائي نصف نهائي، حنا باغي ندخلوا انا نفوزوا بلاكم. هذا تفكير ديال اي رجاوي، اننا بغينا ندخلوا نربحوا تشامبيونز ليغ. فوالا، اي رجاوي كيدخل يشارك في تشامبيونز ليغ ديال لافريك يقول لك بغينا نربحوه، ماشي داخلين باش نشاركوا. هادشي علاش الجماهير الرجاويه كطالب سد الخصاص ومهاجمين راس حربه ومدافعين ورافع العمل. علاش؟ باش الفرقه ديالنا تزيد قدام وندخلوها قوية. حيت علاش كنشوفوا الاهلي ميركاتو اللي دارت ترجي، يعني قال فراقي اللي داخلين هاد العام ينافسوا سان داونز، كلشي كيقاد في الفرقه ديالو. غير حدانا غير الغريم ديالنا على ابو كاس العالم الانديه كيقادوا في الفرقه ديالهم. حنا اللي ربحنا الدوبلي باقي ما قاديناش حاليا الفرقه ديالنا، وباقي ما رمناه باقي ما رفعناش منه. فوالا، يعني حاليا كنشوفوا باللي بزاف ديال الاسباب كترتبط بفريق الرجاء العالمي. وغنهضروا على اول لاعب اللي هو راس حربه، اللي حاليا كلشي كيتكلم عليه ودار فولو الانستغرام ديال الرجاء، يعني دار متابعه، اللي هو لاعب العين الاماراتي لوليندو. فوالا، لوليندو اللي هو جوسنا اللي دار فولو للفريق الرجاء العالمي، لاعب اللي كيلعب في فئه ديال الاسبوار ديال العين الاماراتي، لاعب اللي ما لقاش بلاصتو في العين الاماراتي مع سفيان الرحيمي ولاباكوتشو. يعني كيف ما كتشوف لاعب اللي كيلعب مع فئه ديال الاسبوار ديالهم، مره كيلعب مع الفريق الاول، لاعب اللي ما لقاش بلاصتو في الفريق العين الاماراتي وقرروا انهم يصيفطوا اعاره. لاعب اللي لعب ضد قنيطره فاش لعبت العين الاماراتي ماتش ميكان، سجل عليهم هنايا. لاعب اللي شفناه حاليا كيتابع فريق الرجاء العالمي، يعني ما يمكنش عند لاعب غادي يتابع فريق الرجاء العالمي بدون سبب، يعني بوحدو اللي متابعه، ما كاينش شي لاعب اخر في العين متبعه، يعني هادشي ماشي صدفه. يعني اذا كاينه غتكون مفاوضات، بزاف جماهير كتسائل كترحب به. يعني لاعب اللي صراحه ما عرفتش شنو غنقول عليه، يعني ماركي واقيلا شي 8 الاهداف مع الاسبوار وشي 5 الاهداف مع الفريق الاول، لعب شي 15 مقابله شي 20 مقابله. بغينا نشوفو لعاب واش يكون مزيان الراجا ولا لا. حاليا راس حربه ما غتلقاش، يعني غنشوفو انك تاخذ هاد الاعاره. اللي سمعنا انه فريق الرجاوي يفاوض العين الاماراتي انه باش يتكلفوا لي بمصاريف ديالو والسالير ديالو مسي ديالو ويجي الراجا. هادي من جهه، حنا لاعبين عصبه، جمهور الراجا كيتسنى لعاب اللي يكون واجد، لعاب اللي غادي يجي نجيبو به العصبه، لعاب اللي غيكون حاسم على العام اللي فات. يعني هاد لوليندو باقي صغير 20 سنه، تقيدو مع الاسبوار وغتلعب به الفريق الاول. اذا كان اعاره بالنسبه لي نقدر نقول لكم مزيانه واحد الكوتي، علاش؟ وانك غتخلي الاسبوار، يعني غير عمرش لك الاجانب وما عطينك 5 الاجانب في الدوري المغربي، اذا غتلعبوا الاسبوار حتى يجي شي ولا شي حاجه غطلعوا برومينيكي. هادي من جهه، ومن جهه اخرى الا كانت غتكلف لي العين الاماراتي بكل شيء مزيانه مرحبا، هادي غتخدم من الرجاء جميع الجوانب ديالها، يعني انت ما غتخسر فيه والو. الا قلتي انك غتخسر غتخرج واحد من الاجانب على قبل ولا غتقيدوا الاسبوار، إذا هذه الصفقة مربحة للرجاء العالمي غيستافد بها وغيدي باني في العصبة. أما إلا دارو أحقية الشراء غتكون جميلة جدا، أحقية الشراء مبقاش كنآمن بها، دارو مع بن عياد. وغندوزو لبن عياد، بن عياد شنو واقع ليه؟ هو أنه الميركاتو الجزائري تسد، إذا بن عياد مغيسينيش شي فرقة في الجزائر. بن عياد باقي مع الترجي وباقي خصو يسوي الوضعية ديالو مع الترجي. إذا حنا بوريك عطينا فيه 400 مليون، علاش ما نشوفوش بن عياد؟ حنا كمكتب رجاوي علاش ما نشوفوش بن عياد؟ علاش ما تفاوضوش مع بن عياد؟ 250 غتجيبو، غتفاسر الوضعية ديالو مع الترجي،
وانك تسدد المستحقات ديالو مع الترجي وتسيني مع ليبر، في حين ان الترجي غتستافد من اللعاب انه ما تخلصوش ما غيمشيش لها وهي ما محتاجاش. دوق على رودريغيز ولا مات رودريغو وجابت شي حاجه اخرى. اذا بالعياد احسن صفقه اللي تقدر ترجع الراجا نسينو مع واحد عامين. انا اتفقت معك بلي خصنا راس حربه اللي هو بن عياد، ولو ليندوغ اللي هو جوسنا او جوسنا انه مزيان انه يكون كدوبلور. هادي من جهه. عندك سفيان الرحيمي او حسين الرحيمي كتمشي تغار لي سميتو، انا ما عرفتش شنو واقع ليه. انا كان نصيحه ليا ديالي اللي هي يرجع السوالم يزيد بين على راسه لما يجي يلعب في الضغط وعصبه وبزاف الحوايج. هادي نصيحه لي، خدم على راسه ويجي مزيان حتى شي واحد ما يقدر يهضر عليك ولا شي واحد يهضر عليك. مي دابا كاين الضغط في الراجا. كاين لاعب اخر اللي كاين مفاوضات معاه ما عرفناش واش جديه ولا غير مطروح على فريق تحولت فريق الرجاء العالمي ما عارفين السماسري وداكشي، اللي هو زيني سالفادور. هاد زيني سالفادور وقله من الكونغو انغولا، من انغولا. لاعب كيلعب في فرقه ديال الاتينا كيصيفطو بريتي كيرجع كيصيفطو بريتي كيرجع. كنظن واقيله كاين امكانيه انه الراجا تاخذو حتى هو اعاره 22 سنه. عرفتش واش هاد الاخبار صحيحه ولا لا، مي هادشي ما عارفين السماسري كي بروبوزي لك هذا كي بروبوزي لك هذا. مي بالنسبه لي هاد اللاعب هذا انا كنفضل تجيبو بالعياد كيف تعيشو بوريك 400 مليون. 400 مليون راه اقل منه غتجيب بالعياد. هاد زيني سالفادور انا بالنسبه ليا ما صفقه غير ناجحه الراجي اللي كانت. لوليندو صفقه رابحه هذه من جهه، يعني كابن عياد ولوليندو او بالعياد وجوسنا فريق الراجي العالمي صراحه مزيانه مزيانه كراس حربه. مي الدفاع ما كاينش اخبار، الدفاع لا توجد اخبار. عمامو واقيلا كنظن غادي حافظوا عليه حيت قالك مقابله الاخرى ضد السوالم ماركابيش. شي كيقول لك دار مقابله جيده، شي كيقول لك لا ما تفرجش فيه، يعني انا غنعطي الراي ديالي. اذا خاصنا مدافع واحد، مدافع واحد باقي وحنا فيه. والمشكل اللي كاين دابا هو اللي غنسمعوا ابراهيم في الخرجه الاعلاميه ديالو البارح انفو سبور، غنشوفوا شنو قال وغادي نجاوبو على اخر اخبار ديال الرجاء والوضعيه ديالو. الوضع داخل النادي الرجاء الرياضي هو الجميع قالك زعما جميع الرجاويين هذا حال اي رجاء. عندك مع 19 غيسالي الميركاتو، عندك المنع اللي خصو يتحيد، عندك لاعب على الخميس والجمعه، عندك السبت حد كيناش خدمه، من ثلاث كاين عيد. كنظن انه ولينا مضاربين معلو. يعني كنقول 19 غيسالي الميركاتو. اذا هو الا ما حيدتيش المنع اللعاب اللي عندك دابا ما عندهم ما تقيدهمش، تصيفطهم بحالهم نورمال. لعاب راك تسيني غاتكون ما فهمتش اش باقي ما تفاشيش لي الوراق، يعني عقد كيتسمى عقد من طرف واحد اش باقي ما تفاشيش لي انه معاك. هادي من جهه اللعاب ضروري غيطالب الحقات ديالو سخ معاه وغيوقعو بزاف ديال المشاكل. اذا لا مرفعشيش المنع كارثه كيف قال ابراهيمي نهار 19 ما جي فين وصل 19 الوقت عامر بقى والو. اذا الهضره معقوله لا راه حل منا واحد 40. انا كتبان لي 48 ساعه هي كتكون 48 حاسمه مصير نادي الرجاء الرياضي في مصير المنع في مصير التعاقدات. ولكن مكتب المدير كان مازال الولاية ديالو قائمة إلى يوم الخميس، الناس خصها تشتغل وجميع الرجاويين. هذا راه شغل ماشي غير ديال مكتب المديرية ولا ديال عادل هلا ولا عادل إبراهيمي ولا إكس اللي قال. وكنظن أن الجميع خص الضعف والجهود ولاو خلافات جانبا ونحاولوا أننا نرفعوا هذا المنع، لأن عندنا فريق اللي يدينا به الدوبلي كما كنقولوا. خليو الخلافات جانبا، هنا واحد الميساج اللي داز مشفر. يعني راه كاينين خلافات، كاين بزاف الحوايج، كاين ناس راضيين وما راضيينش على هادشي. اذا وسط رجاوي في مشاكل، حنا كرجاويين خصنا نتحفظوا على هادشي والاخبار ما تخرجش والمشاكل ما يخرجوش وما غيسهلوا الوضعيه. فهمتيني ولا لا؟ رساله لي باج حتى شي اخبار ما تخرجش، يعني خليو الامور شبوها. هذيك الثنائيه الذهبيه هذاك كنعتبرها من الماضي، ولكن خصنا نركزوا على المستقبل الحاضر اللي هو مهم. وعلى المستقبل الحاضر عندك من؟ عندك واحد المجموعه اللي خصك تعززها، عندك انتدابات اللي درتيهم خصك تكالي فيهم. وكنظن ان الوضعيه
صعيب شوية. أو أمور صعيبة ما كنقولوش سهلة، يعني ما كنقولوش سهلة، اللي قال سهلة يمشي شدة، غير هو صعيبة، وهي صعيبة وسهلة، حيت كون صعيبة هادشي اللي قلنا، وسهلة حيت كيبان لك العالم تشبش بالرئاسة، إلا هو متشبش بالرئاسة ومهربش وبغاش يخليها ويديروا الثقة على جماعية ويقول لهم قلبوا على رئيس، هذيك كانت صعيبة، مهما أنه متشبش وباغي يشد الراجة، إلا وأنه سهلة وقاد بها. هذه من جهة، من جهة أخرى وأنك لا رفعتي المال حاجة مزيانة، مش ولي دوينا على حد دوينا على بزاف اللي قادوا الأمور، دوينا على وحدين اللي مبغاوش يقادوا الأمور اللي هو الصبار اللي هو حركاس كاين الحويزي كاين الحمداوي ولا بعد حداوي اللي ما لعبوا ما والو يعني، وكاين المجاهد كاين الحافظي، هادو منع كاين واصل شي المليار وشي حاجة. إذا كنتمناو أن تكون الأمور طيبة ترفع المنع، كيف قال لكم السي ابراهيم 48 ساعه الا ما شفتيش فيها المنع ترفع، او تي دابا الجداد كاين والو وغندخلوا بالمغامره بهادشي اللي عاد، وهادشي اللي كاين دي مراجع خلي الراعي ديالك قول لي شنو بان لك، نلقاو في الفيديو الجاي.